شكرا جزيلا استاذ سيد، واتمنى اخذ الشير سكرين الان. طبعا اهلا وسهلا بكم اساتذتي الكرام من الاشراف الاختصاصي والتربوي بالنسبه للاختصاصات الموجوده ويانا. الان احنا ما ويانا مشرف اداري، عندنا فقط المشرف المختص، وورشتنا اليوم راح تنصب حول دور المشرف المختص دخوله الى المنصه ومهامه ودوره. هذا ما راح نطرق عليه، بالاضافه الى انتم النبذه المختصره اخذتوها عن المنصه، واظن المفهوم بعد صار واضح لدى الجميع. يعني ما اريد تكرار هذه المهام، تعرفون انه هاي المنصه، يعني احنا عندنا هذه الورشه سويناها تنشيطيه، وبالذات اريد ان ناكد على دور المشرف. تعرفون يعني هوايه الكثير من تهميش الاشراف دوري. نحن كنا اول امس مع اللجنه الوزاريه اكدت على دور المشرف في المنصه، وقلت لهم اذا ماكو مشرف ترى ماكو منصه، يعني خلوا على بالكم. يعني اذا تلغوا انه المدير بس والمعلمين، يعني حصل ترى اي شيء او اي مفصل تربوي اذا ما يوجد الى رقابه وتوجيه وتقييم ما يمشي عدل، يعني في كل موازين الحياة وليس فقط حتى بالبيت والعائلة. أنت تحتاج إلى تقويم وتحتاج إلى رقابة وتحتاج إلى توجيه، كيفما منصات تشمل شرائح المجتمع التربوي، بيئة إلى مدراء مدارس إلى كوادر تدريسية. ما يجوز إنه ما في مشرف. فأتمنى من الإشراف حقيقة الورشة اللي أقمناها سابقا هذا المفهوم لم يؤخذ بها بنظر الاعتبار كأنها شيء إلزامي وهاي، ولكن بعد والمهام للمشرف الآن أصبح دورة كبير، ودور يتحمل المشرف مسؤولية المنصة، خاصة المشرف المتابع والمشرف المختص والمشرف الإداري. بما أن احنا اليوم الغالب مشرف متابع ومشرف يعني اختصاص، احنا راح ناكد على هذا الدورين. يعني انا راح ااكد على المهمتين. يعني انا عندي المفروض بهذه الدوره اقدم دور المشرف الاداري شنو، ودور المشرف المتابع، ودور المشرف المختص. بالتالي الان المجموعه اللي حاضره ويانا من الساده المشرفين كلهم اختصاص، ما ايضا مشرف متابع. فراح يعني أوضح له ما هي المهام اللي راح تكون على عاتقه داخل المنصة. يعني طيب دورة مهامة، يعني راح تكون مهام التابعين والاختصاص في هذا اليوم في هذه الورشة. وأتمنى ناخذ على محمل الجد مهامنا اللي على عاتقنا، ويجب أن نتحمل مسؤوليتها. أيضاً راح أقدم لكم خصائص المشرف الذي يجب أن، يعني ما هي الخصائص التي يجب أن تتوفر بالمشرف الإلكتروني التربوي الإلكتروني، وهذه راح يعني أتكميها على عجالة. إنه أولاً من اليوم من الأساتذة حتى من المدراء التدريسية، عندنا من لم يواكب التطور الإلكتروني، يعني استخدامات التقنيات الحديثة. نعم يفسد جداري على حسابي. من قواعد الورشة داخل داخل الزوم نتمنى غلق المايك حتى ما يأثر، يعني ما اثنين اي سؤال عندكم، لان انا عندي ساعه واحده وبعد عندكم جانب العملي والتطبيقي، هي ساعه واحده اريد نستثمرها حتى نعرف احنا كمشرفين ما هو دورنا داخل المنصه.
أي سؤال عندكم بالشات ممكن تكتبوه، وعندنا زينب موجودة، أستاذ سيف، ست منال راح يجيبوكم، أيضا ست إسراء مديرة الإشراف موجودة ويانا، ممكن أي شيء راح تكتبوه نجاوبكم عليه هناك إن شاء الله، ونعطي مجال يعني بين كل محور ومحور أكو فد إجابة عن أسئلتكم، لأن وقت جدا قليل. أول ما أبدي أنا يعني بعد ما أقول المنصة شنو هاي، وهاي كلها قلناها، قلنا هي منصة معتمدة وقلنا هي رسمية، والآن عندنا على عاتقنا نتحمل مسؤولية المنصة وما يجري بداخلها، ورح أقول خصائص التي يجب أن يتوافر بها للمشرف التربوي الإلكتروني، وهذا يعني عملت به بحث وإن شاء الله يعرض على السيد المدير العام. أول شيء القدرة على استخدام أدوات التعليم الإلكترونية، يعني هو المشرف لازم هسه من الآن، إحنا عندنا عطلة من بداية العام الدراسي يا أساتذتي الكرام، يعني خلينا ندخل شوية نطور نفسنا باستخدام الأدوات. يعني ما يجوز المعلم هو يعرف شلون يستخدم المنصة وأنا ما أعرف، يعني هذه الأمور يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار. القدرة على كشف قصور المتعلم لإيجاد أدوات إلكترونية تعالج هذه القصور. أنا مشرف ما أعرف أنا شلون أستخدم برنامج الزوم أو برنامج الفري أو المنصة، بالتالي من أريد أنا أوجه المعلم إذا عنده قصور راح يخفى علي، فأنا يجب أن أقف على كل الأمور التي تخص المنصة، وهذه طبعا تحتاج إلى ورش أخرى، يعني إحنا يومية عندنا تحديث بالمنصة، يومية تستجد عندنا مهام، فإحنا راح نكون وياكم منا إلى بداية العام الدراسي. المشروع كان المفروض يطلق سنة 2021، الآن انطلق بالعشرين على مود جائحة كورونا، فدشون التحديثات، يعني احنا صار لنا يمكن السادة الإشراف اللي يتابعون بعض مدارسهم انه صار عندنا نوعا ما توقف بالبث المباشر لإصدار الواجهة الجديدة للمنصة اللي تخص مديريتنا، مديرية تربية وزارة الداخلية، وهذه اليوم ان شاء الله تنطلق وياها هواية امور، منها مهام المشرف الاختصاصي اللي هسه راح نتكلم عليه، او المشرف المتابع وكيف دخوله، يعني كان المفروض على اساس ان المدير يعمل يوزر وحساب ويزود إياه، ولكن يعني هاليومين إن شاء الله راح نعطيكم في الطريقة اللي بعد ما حددت لهم المهام كل مشرف، يعني مشرف الإدارة شنو مهام المشرف الاختصاص، مشرف التربوي العاملين بالمناصة راح يعطونا دخول يليق بالإشراف التربوي ويليق بحضراتكم إن شاء الله. إذن أنا لازم أكون ملمة بكل الأمور حتى أقدر أعالج القصور بالتعليم الإلكتروني بالنسبة لهم أو إذا كان طالب. القدرة على المتابعة والمراجعة الدقيقة وفقاً لمعايير الجودة التعليمية، هذا راح أتطرق له بالتفصيل إن شاء الله بالشرائح الأخرى. القدرة على البحث والتطوير المستمر لكافة الجوانب التربوية، يعني هذه من واجباتنا، يعني المفروض هذه الخصائص احنا نمتلكها الآن. القدرة على تفعيل الأساليب الإشرافية المختلفة للارتقاء بأداء المعلمين وتنميتهم مهنياً. هسه راح أتكلم على دور المشرف المتابع وشي تابع حاليا بالوقت الحالي، شنو دور المشرف في المنصة المتابع، يعني الإداري أنا راح أستثني لأن ما عندي يعني إشراف إداري هنا، راح أتكلم عن المشرف المتابع. دور الآن إحنا الآن عطلة، بهذه الفترة إحنا بنروح أحد وثلاثة، أو ممكن أحد يعني ندقق الدفاتر ندطابق، وهاي على مود خاصة مال السادس الابتدائي، وهاي إضافة العشر درجات، هذا دورنا بالمدرسة الاعتيادية. أيضا هنا دورك الآن إذا تروح ليوم الأحد أو الاثنين عند زيارتك إلى المدرسة، راح تقول للمدير المدرسة ولا من ضمن وتسجله بالزيارة بسجل الزيارة، يعني بعد ما كملت أمورك للزيارة بالمدرسة راح تقول له افتح لي منصة مالتك، افتح لي ادخل خلي يدخل المدير طبعا، وراح تذكروني، يعني هاي الكلمة ذكروها، راح يشوفون المدير مو هو اللي فاتح المنصة، راح يشوفون لو معاون لو شيء، من يقول لك معاون أو يقول لك مدرس يقول له طلع لي الأمر المدرسي اللي خوله اللي خوله بعمل مهام استلام مهام المنصة، وبالتالي بنفس يعني رغم التخويل تقول له تقعد أنت يمي المدير وعلى هذا أنت خوله يعلمك شلون هو دخل المنصة، لأن هذا واجب المدير
هذا بقى يعني صار في شيء حتمي. شلون احنا هسه واجبنا نفس الشيء المدير لازم من واجباته أني يدخل هو المنصة ويفتحها ويدخل بياناته. هسه لا ضير ساعد المعاون أو ساعد معلم الحاسوب الموجود، لا ضير ما عندنا أي مانع، ساعده ودخل للمنصة ودخل البيانات. الآن هو شلون يديرها، شلون يتابع؟ إذن يجب أن يتعلم المدير فتح وتشوفه بموبايله، إن كان عنده موبايل تقول له أريد يلا منصتك تفتح ليها داخل موبايله. هذا أتكلم عن المشرف المتابع دوره الآن، يعني إن شاء الله زيارة الأحد أريد تصور زياراتكم الأحد اللي ما يخص المنصة، يعني هذا أريده، أريد نرفع به تقرير إنه المشرف المتابع أكد في زيارته للمدرسة على يعني شاف بأم عينه إنه المدير في المنصة وشاف بيانات الطلاب مملية وشاف بيانات المدرسين مالته موجودين. هذا أول فقرة سجلوها يعني في بالكم، زيارتكم القادمة إلى المدرسة بالإضافة إلى فقرات اللي إحنا نقوم بها كإشراف عند زيارتنا، راح تخصصين جزء، يتخصص المشرف المتابع جزء من زيارته إلى متابعة المنصة. متابعة المنصة شنو؟ يعني أولاً راح أتابع إنه المدير يجب أن يتعلم وموجودة بالجوال مالته المنصة مالته ويقدر يدخل لها. التابع إنه المدرسين كلهم داخلين وعندهم حسابات، التابع على شكل والمفروض سحبة على ورق يعني إكسل يعطيك إياه، يعطيك هاي دولة كلهم الدخلة وهذا كلهم الدخلة، يريد يعطيك إياه على ملف ويحملك إياه على جوال بعد أفضل، يريد يعطيك إياه على شكل ورق لا ضير. أنت شنو الطريقة اللي تحب إنه تضمن إنه أنت زرت وتابعت إنه المنصة المدير عنده موجودة بموبايله وداخلين كل أساتذته وداخلين كل طلبته. هذا أول فقرة بالنسبة للمشرف المتابع. الفقرة الثانية أن يتابع المشرف المتابع عدد الدروس التي قدمت وبثت ونوعها، يعني مثلا كم معلم عنده بث، إيش كم معلم ويا درس ويا درس اللي بثوا، هاي أيضا تكون تقريرك. هذا زودك على 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 مدير المدرسة أسبوعيا يعطيك فد تقرير إنه المنصة دخلوا مثلا كل المعلمين، دخلوا كل الطلاب، قدموا المدرسات فلاندر، وصورة من الجدول يلتقط لك صورة من الجدول أسبوعيا أنت عندك بالتقرير، يعطيك على ملف بي دي اف وقاعد ببيته يقعد يشتغل، ما رايد يروح المدرسة ولا يريد المعلمة تروح له تبث بالمدرسة، لا تبث من بيته. هذا الآن هذا حدد دور المشرف المتابع. إذا أول شيء أنا تابعت المدير واتبعت كل خطوات المنصة أنه يعرف وموجودة بجواله، تابعت بيانات الطلبة، تابعت بيانات الأساتذة، بالتالي راح أتابع الدروس المنبثة من قبل المدرسة ومن هم اللي بثوها، يعني يا مادة ويا مدرس. حسب توجيهات السيد المدير العام تكتب في زيارتك في سجل زيارات استنادا إلى توجيه السيد المدير العام لتربية الأولى المحترم الدكتور فلاح محمود القيسي، وجه بتفعيل الدروس الثلاثة. احنا تعرفون المرحلة الابتدائية اجتازوا الحمد لله المرحلة يعني أصبحوا كلهم في مراحل أخرى ما عدا عندنا المكملين والراسبين واللي هم إن شاء الله راح نسوي لهم فقرة للمنصة. يعني وجه على تفعيل دور التربية الرياضية، التربية الفنية والتربية الإسلامية. التربية الرياضية شوية ننشطهم ونقوي علاقاتنا، يعني بعض أولياء الأمور توقعوا إحنا نسوي جذب للمنصة إنه نقدمهم رياضة فنية وحتى يدخلون الطلاب، لا كلا، هذا مو هذا التوجيه اللي وجه السيد المدير العام. الدكتور وجه إنه أنا أريد أبعث إحنا كمدرسين وكمعلمين نبعث رسائل اطمئنان، رسائل إيجابية، رسائل تكسر الجمود، تبعث الطاقة الإيجابية في طلبتنا. يعني خلي فرقون، يعني أنا سمعت يا أولياء الأمور انتقدوا يقولون المنصة نيوتن الآن فعلت التربية الفنية والرياضة والتربية الإسلامية على مود تكسب إنه الطلاب يجوها عملية جذب. هي صح نوعا ما، مثلا نقول 20% عملية جذب، ولكن 80% هي توجيهات الدكتور واللي تعممت على كل المديريات، والحمد لله مديريتنا متفوقة ومتميزة من هذا الجانب. لا، هي لكسر الجمود وبعث رسائل اطمئنان وبعث طاقة إيجابية، وكل حسب اختصاصه. يعني هذني أكد عليه الجوانب مثلا هذه الدروس لا، لكن أقول دور العلوم والأحياء، يعني مدرسي العلوم والأحياء إيش راح يرسلون؟ أولا راح يرسلون رسائل اطمئنان وطاقة إيجابية، وبعض
النصائح الصحية بما يتلائم والوضع الحالي الذي نعيشه، الكيمياء والفيزياء، بعض الأمور اللي تجذب الطلبة وتبعث عندهم يعني تقوي علاقته بالمعلم، مو إلا أو بالمدرس، مو إلا بس إنه أشرح المادة، ممكن الإثراء اللي أنت بنفسك كنت تريدين تسويه يعني كمشرفة توجهين بهم أساتذتك المعلمين والمعلمات المدرسين والمدرسات في إثرائهم ببعض المعلومات، ببعض المقاطع الفيديو، ببعض الأشياء اللي تثري معلوماتهم استعدادا للعامل القادم، أو فيدباك للمعلومات اللي أخذوها، تغذية راجعة للمعلومات اللي أخذوها على شكل مقاطع فيديو، على شكل نصائح، على شكل ملخصات. يعني المهم هي مو بالتالي فقط أكد على الدراسة دراسة، لأن إحنا بوضع كلش نفسياً تعبانين، بقد ما هي رسائل اطمئنان، بحث الطاقة الإيجابية، تفاعلهم وياك، لأن راح تقاس. راح أقول لكم يعني شيء واحد، أنا احنا اول امس كنا باجتماع باللجنه الوزاريه وقطعونا بالضبط انه كم مدرسه مفعله حسابها، كم مدرسه، كم مدرس داخل يعني مملوء بياناته، كم طالب داخل بياناته، وبالضبط المدرسه مثلا يعني راح يعني فشي راسا من الوزاره حسن الكرخ الأولى، كمية البثوث المبثوثة في تربية الكرخ الأولى بالضبط، يعني لينك كامل طلعنا يعني على شكل يعني شلون برنامج الإكسل، فشي يعني ورقة بكافة الأعمال. فبالتالي يعني أنا كمشرف متابع، إذا معلميني ما مدير يقول دخلت هو كذب، ما داخل، لا ترى عندك بالوزارة راح تطلع لك تجيب. بعدين هي المشرف المتابع، ليش ما تابعت مدرسك؟ ليش ما ثبتت له بالزيارة؟ ترى أنت متابع من الوزارة، متابع من المديرية. فأرجو من المشرف المتابع ياخذ تقرير موقع ومختوم من مدير المدرسة يحمي نفسه. أنا مشرف متابع قال لي هذا وشفته بعيني، دخلت بزيارة مالتي، فتح لي المنصة مالته، أو تقدر إذا ما رحت للمدرسة تقدر أنت ويا يدخل ويصور لك ويجز لك المنصة مالته، يعني إذا عبر الوات إذا يتعذر على بعض الإشراف الحضور والذهاب إلى المدرسة ممكن يتواصل مع مدير المدرسة يقول افتح منصة، انطيني عدد المدرسين اللي عندك، وانطيني عدد الطلبة الداخلين وعدد البثوث، حتى بملف بي دي اف وموقع من المدير المدرسة، حتى نحمي نفسنا كإشراف متابعين. بس أتمنى يعني ولو قدر الإمكان أنه نسجل زيارة ونكتب هذه الفقرات، حتى ملزم هو بتنفيذ هذه الفقرات من قبلكم. هذا بالنسبة ما أتكلم عليه لدور المشرف المتابع. راح أترك المايك لأستاذ سيف يتكلم عن الواجهة ودخول المنصة، وبالتالي بعدها راح أوضح لكم دور المشرف الاختصاصي في منصة نيوتن. الآن دور المشرف المتابع، عندكم سؤال اكتبوه، أني بما يشرح أستاذ سيف أني راح أجاوبكم على الشات. أي شيء يخص المشرف المتابع هالفقرة الأولى، أي سؤال تكتبوه على الشات أنا راح أجاوبكم بين ما يفتح لكم ويراويكم المنصة أستاذ سيف وآلية الدخول. هذا المحور الأول، وإن شاء الله أكون وفق بدور المشرف المتابع. شكرا جزيلا. أنا أشكرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيف الدين فارق، مسؤول شعبة المعلومات والاتصالات في قسم الإعداد والتدريب. بداية، إحنا فاتحين الواجهة الرئيسية لمنصة نيوتن التعليمية. الكل طبعاً يعرف الواجهة الرئيسية وداخلها وشايفيها. اللي يهمنا حالياً راح ندخل دخول سريع على واجهة المدرسة ونفس الوقت واجهة الأستاذ، حتى المشرف يكون عنده اطلاع فيما يخص المدرسة وفيما يخص الأستاذ. بداية راح أدخل على، عندنا هنا ثلاث لوحات، لوحة المدرسة المتكاملة، ولوحة الأستاذ المتكاملة، ولوحة الطالب المتكاملة. راح ندخل على لوحة المدرسة المتكاملة. فتحت لنا الواجهة اللي بيها اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بالمدرسة. راح أكتب اسم المستخدم
وكلمة المرور الخاصة بالمدرسة بعدها أختار دخول. راح تظهر لنا الواجهة الرئيسية للوحة المدرسة المتكاملة. هاي الواجهة الرئيسية مالتها. اللي يهمنا بالموضوع سجل الأساتذة حالياً، سجل الطلاب، عندنا أولياء الأمور، عندنا جدول الدروس. المشرف راح يركز على هاي الأمور اللي هي سجل الأساتذة، إنه يلاحظ كم أستاذ تم إدخاله، إنه كل أساتذة دخلوا أو لا، لا أكو بعد أو قسم منهم بعد ما داخلين. راح نلاحظ هذا سجل الأساتذة عندنا هنا، عندنا حاليا 69 أستاذ مسجلين، هاي بياناتهم. إن كان بالنسبة للاسم الكامل، طبعا اسم الكامل لما نكتبه لازم ما يتجاوز، العفو، لازم ما يقل عن 15 حرف. عندنا الجنس، المرتبة، المادة، الدرجة الوظيفية والمحافظة والإجراء، الإجراء اللي اتبعه إن كان المدير، إن كان كمراسلة، وإن كان كتعديل بيانات الأستاذ، هذا الخيار. وبالنسبة لتغيير كلمة المرور، ممكن للمدير إنه يغير كلمة المرور الخاصة بالأستاذ، وأيضا في حالة نقل الأستاذ ممكن إنه نسوي حذف للحساب، حساب الأستاذ. طبعا عندنا هنا أمر جديد اللي هي الإضافة لما نضيف الأستاذ، إن كان عندنا الاسم الكامل والجنس والمرتبة. عندنا معلم، مدرس، أستاذ ومحاضر. عندنا في المادة نكتب المادة كتابة. عندنا الدرجة الوظيفية اللي هي موظف، يعني كل الكادر التدريسي يعتبر موظف. إذا كان معاون راح يختار معاون، إذا كان مدير راح يختار مدير. وبالنسبة للمحافظة راح يختار المحافظة هنا. مادة تأكيد وأرسال. هاي بالنسبة للوحة الأستاذ المتكاملة، عفوا سجل الأستاذ. عندنا سجل الطالب، راح يلاحظ المشرف إنه عدد الطلبة اللي تم إضافتهم للمنصة. هنا عندنا أيضا بيانات الطالب كاملة، إن كان الاسم الأول واسم الأب والجد. عندنا الصف، المدرسة، العنوان اللي هو اوتوماتيكيا راح ينزل، بيان الطالب ورقم الهاتف بالنسبة للطالب كرقم. عندنا ايضا اجراء، ايضا مراسلة. عندنا تقييم الطالب، بالنسبة لتعديل البيانات ايضا للطالب، وعندنا تغيير كلمة المرور، وعندنا حذف الحساب. هاي كل الاجراءات اللي يقدر يسويها المدير فيما يخص الطالب. واضافة جديد، نقدر اختيار اضافة جديد، راح نقدر نضيف طالب عن طريق كتابة اسمه واسم الأب والجد. وعندنا رقم الهاتف، وعندنا المرحلة الدراسية، راح نختار مرحلة الدراسية، وبعدها راح نقول له تأكيد وإرسال. طبعا كل إضافة من نقول له تأكيد وإرسال راح يطلع لنا اليوزر والباسورد الخاص بالأستاذ، كان الأستاذ أو كان طالب، راح يطلع لنا الإيميل والباسورد الخاص بالطالب، تنحضر وترسل إلى الطالب. عندنا موضوع جدول الدروس. دروس أستاذي، إذا ممكن نرجع إلى سجل الطالبة، ممكن حتى يعرف إن السادة المشرفين التربويين، طبعاً هاي جدول الدروس يلتقط لك صورة ويجزك إياه أسبوعياً، يعني من يعده مثلاً عدى يوم الجمعة للأسبوع القادم. هاي يلتقط لك صوره ويدزك اياها بالجمعه، ورا ما يحدد الجدول للاساتذه مالته ويحدد اوقاته والساعات، لازم يرسل لك المدير، يرسل الى المشرف المتابع والاشراف الى الاشراف المختصين ايضا اللي يدخلون على المدرسه. هذا الجدول لازم يقعدهم حتى يقدر يتابع وياهم الدروس. ايضا سجل الاساتذه اذا ممكن استاذ سيف، حتى يعرف المشرف المتابع اذني لازم يصل لنا اسبوعيا، يصل لنا. هاي بالنسبه لسجل الاساتذه، نعم سجل الاساتذه، هاي سجل الاساتذه يدزلك اياه مره، انه انت تعرف هاي المدرسه، يعطيك يقول لك عدد المدرسين، فانا عندي 100 مدرس. المفروض هاي الصوره
يلتقط لك اياها ويدز لك اياها على الـ على الـ على الوات، انه هذول المدرسين كلهم دخلوا، انت مش متابع عندي حتى باشر عقبه من يقولون فلان مدرسه ما مفعله، فلان مدرسه ما داخله بياناتها، انا هي انا عندي راسا، انا هاي الصوره هي انا عندي، واسوي لك ملف بي دي اف لمدرستك، يعني خاص يعني مثلا متابعه على سين من المدارس، ملف بيانات الطلبه، بيانات الواجهه الاساسيه اللي هسه هذا السجل يلتقط لك صوره له ويرسل لك اياه، بعد يعني سجل الطلب استاذ سيف اكون ممنونه واسفه جدا للمقاطعه. انا اريد احمل الساده المشرفين من كل فقره. هذا سجل الطلب ايضا يلتقط لك عيني صوره به ويرسل لك اياه حتى انت تقول انا مدرستي. وراح ترى طالبكم هسه راح يطاريه راح اطالبكم تريد تقرير حول مدرستك، انت مش متابع تعطيني تقرير، تقرير موثقا بالصور، مثلا تقول مدرستي يعني فعلت اضافه الطلاب واضافه المدارس والمدرسات والاساتذه، لازم انا اوثقه بالصور، شلون اوثقه؟ يقول لك زودني بصوره بالاساتذه، بالاضافه الى انه تاخذ صوره من جدول الحصص اللي راسل للتربيه حتى يكون مطابق من مال الشهر اللي رساله للتربيه انه مطابق العدد عندك مطابق ويا هاي القوائم الموجوده عندك، طبعا هنا الاساتذه كلي يضيف كله ويعطيهم بحساباتهم، المكلفين والمنسبين موجودين بس ما زودهم بحساباتهم تحتفظ عندهم، المجازين اجازات طويله موجوده بس ما انطي حسابك، بس هو موجود المفروض المدرس عندي موجود حتى تاخذ انه كل البيانات امتلت للاساتذه والمدرسين، ولكن يوزر وحساب ما انطيه اياه للمنسب والمكلف والمجاز اجازه طويله، لان المكلف والمنسب هناك عنده حساب نعطيه يوزر بالمدرسه المكلف لها، بس كاسم ومدروج اي موجود عندي بس ما اسلمه حساب وما اسلمه. بعد اريد واجهه المكلف واسفه جدا لمقاطعتك، اسفه جدا. هسه نوصل ارجع لواجهه المدير حتى الاجمالي حتى هاي ايضا يلتقط لها صوره مدير المدرسه ويرسلها الى المشرف المتابع حتى يكون عندك هذا ضمن الملف. هاي واجهه المدير عيني ايش بيها اجمال الطلاب وبيها اجمال الاساتذه، هذني المفروض بعد شويه اللي غاد هذا حتى يطلع اجمال اولياء الامور هذني يلتقط لك صوره حتى تطابق انه داخلين ذولا، ويلتقط لك صوره الى سجل اولياء الامور، ادخل الى سجل اولياء الامور حتى يشوفوا عين الاستاذ ايضا يلتقط له صوره. اي شوف هاي اولياء الامور ايضا، فش راح يصير عندك من يقول لك عضو اللجنه الوزاريه راح يقول لك اريد تقرير عن مدرستك، تقرير عن مدرستك شنو؟ تقول على الحساب ملئت بيانات الاساتذه موثقا بالصور عندي، هذني تحطهن بملف بي دي اف وتسلمه كتقرير لمن؟ الى اعضاء اللجنه الوزاريه المسؤوله عن مدارسكم، وان شاء الله يتصلون بكم هم قريبا، سووا جروبات ونظموها بحيث يوصل التقرير الى المدير الاشراف. لهنا انا وضحت لكم انه ايش مطلوب من المشرف المتابع من المدير المدرسه؟ هذني سجل اولياء الامور، سجل الطلبه، سجل الاساتذه، واجهه سجل اولياء الامور وواجهه المدير، هذن يكون بالاضافه الى عدد الدروس المنبثه وجدول صوره لجدول كل اسبوع يدز ايضا يدز لك كمشرف متابع ويدز المشرف الاداري وبالتالي يدز للاشراف المختص في الوصول. شكرا واسف للمقاطعه استاذ. حاليا جدول الدروس طبعا المشرف لازم يكون عنده علم على جدول الدروس، راح نلاحظ هنا راح المدير يسوي جدول، راح يختار اسم الأستاذ، راح يختار الصف، المادة، اليوم، والتوقيت. في الحالة المدير راح ينشئ جدول ويقول له إضافة، راح يختار هاي الحالة راح يتم إضافة الجدول. الجدول كله بصورة عامة راح يتبين وين عندنا هاي اللي. راح نلاحظ كل استاذ يا يوم والماده والوقت الدرس العده هاي كلها، هذا جدول
الدروس الخاصة بالأساتذة في هذه المدرسة. كمشرف اختصاص عن كل مادة راح يقدر انه ياخذ يعرف عن طريق هذا الجدول، راح يعرف انه كل درس بيا ساعة وبيا يوم راح يكون ويا اي استاذ. المراسلة بعد من فعل الإعلانات والتوجيهات. يعني إن شاء الله هو يوجد تحديث إن شاء الله خلال الأيام راح تتفاعل بكل الأوبشنات الخاصة بالمنصة، وهاي المقترحات جدت من إدارات المدارس والمشرفين. أنا عامل من الصغيرة كلها أرسلناها الوزارة حتى إن شاء الله تنضاف أسهل. هذا ما يخص موضوع الدروس وسجل الطلاب وسجل الأساتذة وأولياء الأمور، هذا اللي يهم المشرف في الوقت الحالي. ولا عندك إضافة معينة؟ تفضل. بالنسبة لي أريد اللائحة يطلعون عليها الأساتذة، يعني خاصة هنا إذا عندك لائحة حتى، لأن هم إشراف اختصاص، هاي لازم اللائحة أولا بها جدول، يعني بيلي من الرئيسية هي هاي الرئيسية، أعطيني أيكون اضغط عليه حتى يعرفوا الأساتذة المشرفين، حتى أيضا من يسألون أساتذتهم. بالنسبة صفحة المدير هسه، لا هاي الصفحة هسه عندك مال جدول الدروس. نعم صفحة المدير. كإنشاء درس انه احنا راح نسوي جدول، اول شيء راح نختار كمدير، يختار الاستاذ، يختار استاذ الماده اللي عنده درس، راح يختار الاستاذ، يختار الصف، بعدها الماده، بعدها يا يوم، اي يوم عندنا من احد السبت، يعني السبت ايام كلها مفعله، راح نختار يوم الخميس، وهنا التوقيت اي ساعه راح يكون الدرس. بعد ما ندخل هاي البيانات كلها راح نختار إضافة. كتبنا هنا تم إضافة. أخاف يسألكم المدرسين شلون هذا؟ نعم. هاي بخصوص إضافة الدرس. بالنسبة للأستاذ. سيدنا. نعم. هذا يقوم به المدير وظيفة. نعم. هسه شلون يدخل الأستاذ إلى الدرس إذا ممكن؟ أنا أعرف إنه البث متوقف الآن بسبب الإصدار الجديد، ولكن بس نوضح لهم آلية دخول المدرس حتى ما يكون عندهم أي حافز لهم المدرسين. نعم. آلية الدخول الواجهة الرئيسية منصة نيوتن، راح نروح على نختار اختيار لوحة الأستاذ المتكاملة، راح نختار لوحة الأستاذ المتكاملة. اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالأستاذ، بعد اختار دخول. ثاني حاليا دخلت، هاي واجهة رئيسية للوحة الأستاذ المتكاملة، راح نلاحظ فيها انه هي الرئيسية، الوزارة اللي هي تخص اخبار الوزارة، سجل الطلاب اللي هو ظاهر عندنا هنا 35 طالب، عندنا تقييم الطلاب، تقييم اللي الأستاذ اللي ينطيه للطالب، إذا ندخل على التقييم، هنا الأستاذ يقدر يختار من هاي القائمة الطلاب، أسماء الطلاب، راح يختار الطالب، راح يقدر يحدد المادة أيضا اللي هو التربية الإسلامية، الأستاذ مادة التربية الإسلامية، يقدر يكتب هنا درجة، وبعدها يقدر يختار يضغط على تقييم الطالب، في الحالة راح نضاف درجة التقييم للطالب. عندنا جدول الدروس، راح نلاحظ انه جدول يوم الخميس، جدول الدروس يكون يوم بيومه، راح يظهر جدول اسبوعي، لا كل يوم من يدخل الاستاذ راح يشوف انه هذا اليوم عنده درس وبيا ساعة. ولأي مرحلة أكيد.
فعندنا هنا جدول دروس، عندنا الصف السادس الأدبي، عندنا والسادس الأحيائي. مثلاً عندنا هنا لاحظ هذا انتهاءات التوقيت، انتهاء الدرس اللي هو 45 دقيقة كمدة الدرس كامل. عندنا الإجراء، الإجراء ما بين إيقاف البث، بدء البث، وعندنا بدء البث. عندنا هنا نقدر إنه نختار بدء البث، يعني الأستاذ نريد يبث المادة يبدأ بالدرس حسب التوقيت مالته، بس مجرد أن يطلب على بدء البث راح تظهر واجهة. طبعا هسه هاي الواجهة هنا ما راح تتفعل لأنه موجود تحتيه، بس هي هاي طريقة الدخول لبث الدروس. نلاحظ هنا خلي أقدم شوية، هنا الواجهة اللي هي مع الأستاذ يريد بالدرس. لاحظ انه بعد اختيار بدء البث، بعد ما اختار بدء البث راح تظهر لنا واجهه ثانيه. الواجهه الثانيه راح هي تسجيل الدخول الى الصف، راح يكتب اسم الاستاذ، اسمه هيكتب واسم الماده هيكتبها هاي الخانه. عفوا ست بوتينا وست ناديه رافعين ايديهم، يا ريت السؤال على الشات لان وقت قليل حتى نجيبكم عليه. هنا ايقاف تشغيل الكاميرا، اذا ما اريد انه يكون بث مباشر اختار ايقاف بعد دخول، راح تظهر لنا هاي الواجهه. بعد ما نختار دخول الصف راح تظهر لنا هاي الواجهه. نلاحظ الواجهه الاسفل عندنا اول شيء الكاميرا على اليسار. الكاميرا هنا اذا اريد افعل الكاميرا او انسدها، عندنا الاختيار الثاني اللي هو المايك. المايك اذا اريد انه افعل الصوت او ما افعله. الاختيار الثالث اللي هو مشاركة الشاشة، يعني انا عندي ملف على الشاشة او عندي فيديو على الشاشة مالتي، ان كان حاسبة ان كان لابتوب او ان كان موبايل، واحب انه اعرض ما موجود عندي كفيديو او كملف وورد او اكسل او بي دي اف، اقدر اسوي له مشاركه من هنا من هذا الاختيار الثالث. هاي اصوات الشاشه. الاختيار الرابع اللي هو السبوره الذكيه، راح يفتح لنا السبوره الذكيه هسه راح نشوفها. ونقدر على السبوره الذكيه نقدر ننزل اي وسائل، اي وسيله توضيح للطالب. نشوف القصه شلون راح نمشيها. هاي السبوره إذا ضغطنا عليها راح تطلع لنا هاي الواجهة مال السبورة. راح نشوف على اليسار عندنا قلم، فرشاة، لمحات، عندنا تي اللي هو الكتابة. نقدر إذا نريد نكتب ونعدل على الخط نختار نوع الخط وحجم الخط عن طريق هاي التي. عندنا الخامس اللي هو صورة، إذا أريد نضيف صورة للسبورة نشرح عليها كيف شيء توضيحي. عندنا ايضا بعدها البي دي اف، اذا عندي ملف بي دي اف ايضا اقدر احمله على السبوره واتنقل بين الصفحات البي دي اف. نلاحظ اختار ملف بي دي اف راح ينزل عندي الملف. عندنا هاي الصفحه الاولى، طبعا اقدر اكبره اصغره يعني حتى يكون واضح للطالب اكثر، واتنقل بين الصفحات. اقدر اذا اعد هذا الشيء توضيحي او نقطه مهمه اقدر اشرح عليها انه هاي حتى ينتبه عليها الطالب.
هاي الوسائل التوضيحية وسائل سهل العمل أستاذ حتى إنه يوصل المادة بصورة واضحة للطالب. عندنا هاي الجوة هاي المحات. عندنا نريد نكتب نقدر نختار حجم الخط نوع الخط. عندنا أيضا إذا تلاحظون على اليمين هاي الشات إذا يقدر الطالب إذا حد أي استفسار أو سؤال يقدر يراسل الأستاذ والأستاذ يجاوبه نفس الوقت يعني. عندنا هاي اللي هي مشاركة الشاشة إذا اخترناها راح نقدر نشغل أي فيديو وهذا الفيديو ما راح نشغله أوتوماتيكيا كل الطلاب راح يشوفوه. ما راح نختار مشاركة الشاشة راح نحدد نقول له شير راح يقول لنا يا شنو تحددوا كشير نختار الفيديو اللي أنا شغلته قبل ما أسوي شير راح يظهر هسه عندي الدرس كله راح يكون المادة كلها كفيديو راح يشوفها الطالب مباشرة. طبعا هاي الامور كلها ان شاء الله مجرد انه ينتهي التحديث كلها ان شاء الله راح تطبق وراح يقدرون الاساتذه كلهم يطبقون هذا الموضوع ان شاء الله ما يصير اي مشاكل في هذا الموضوع. هذا فيما يخص موضوع البث. المهم مهم جدا انه المشرف يعرف التفاصيل الموجوده بموضوع البث حتى اي سؤال او اي استفسار من قبل الاساتذه انه يكون عنده معلومات ويقدر يجاوب عليه مباشره. استلهام هذا فيما يخص موضوع البث او شيء ثاني تحبين ترقي. استاذ سيف اني اشكرك بتوضيحك لفقره دخول الاستاذ واريد اتمنى من احد المشرفين اذا ممكن ويا بس يعطيني شويه تطبيق عملي اول شيء دخول المدير ودخول الاستاذ يعني هذا أهم الفقرتين حتى أترك هذا المحور بعد نهائيا ما أرجع له حتى لا يقول لي من يروح يم المدير المدرسة بزيارة مات المشرف المتابع إنه هو ما يعرف يعلم المدير إنه شلون يدخل المنصة. هذين فقرتين أتمنى من أحد المشرفين السادة يا ريت برفع الأيدي واحد من عندهم يبين لي واحد يبين لي آلية دخول المدير والثاني آلية دخول الأستاذ لكي ننتقل إلى مرحلة أخرى ومهام المشرف الاختصاصي في منصة المنتج. إذا ممكن ست منال تشوفينا من اللي يقدر هسه يشاركنا في عملية دخول المدير للمنصة. ما أعرف ست كوتينة وست نادية إنهم يريدون يشاركون أو عندهم استفسار. السلام عليكم استلهام. السلام عليكم استاذ سيف وكل الحضور ان شاء الله بخير وصحه وسلامه الله يبارك لنا كل شر ويا رب يخلينا انه نجتاز هذا الظرف بشكل يليق بينا. احنا كبدءا كمراجعه عامه نعتبرها تغذيه راجعه تعرف استلهام انه كل تجربه احنا نخوضها دائما نحاول انه تكون عندنا تغذيه راجعه حتى نتاكد من صحه معلوماتنا ودقتها. الصفحه الرئيسيه لما يدخل مدير المدرسه مباشرة عنده ثلاث أوبشنات بعد ما يكون عنده عرض أيضا للتلفزيون تروي اللي تمنيت أنه دائما يعني تنوهون بأنه يمكن لإدارات المدارس أن تحث طلابها ومدرسيها على متابعة دروس التلفزيون التروي لأن بالحقيقة دروس يعني في غاية من الجودة والدقة والمادة العلمية والمهنية. يدخل المدير أكيد عن طريق النافذة الخاصة بالإدارة يكتب اليوزر نيم والباسورد الخاص به فراح تنفتح للصفحة الرئيسية بعد ما يدخل اسمه والباسورد الخاص به. الصفحة الرئيسية من جهة اليمين تحتوي على مجموعة منافذ أو أوبشنات من ضمنها الوزارة، سجل المدرسين، سجل الطالب، جدول الدروس، سجل أولياء الأمور، الإعلانات وإلى آخرها. استطلعت من هاي الصفحة إذا دخل المدير من نافذة الإدارة. يا ريت أستاذ سيف حتى أنا أحكي وياي حتى يكون التصوير متابع. بعد ما دخل فتحت له الصفحة الرئيسية اللي قلنا من جهة اليمين عدلت أنا أوبشناته هنا نكتب اليوزر نيم والباسورد
اليوزر نيم والباسورد الخاص بالمدرسة وانفتحت للنافذة اللي هي الصفحة الرئيسية على جهة اليمين. هذه أهم شيء عند الوزارة، سجل الأساتذة، سجل الطلاب، أولياء الأمور، جدول الدروس، المراسلة إلى آخره. إحنا اللي يهمنا من المشرف المتابع لما يزور، أول شيء التقاط صورة من النافذة الرئيسية اللي هي توضح إجمالي عدد الأساتذة وإجمالي الطلاب، وأيضا يحركها للجهة الأخرى حتى يبين بالضبط، حتى يبين إجمالي أولياء الأمور. هذه يجب أن تأخذ لقطتين، اللقطة الأولى واللقطة الثانية، هذه ترسل كبداية ضمن معلومات اللي لازم المشرف المتابع يكون دائما على تواصل بها على الأقل أسبوعيا حسب ما فهمت من ست إلهام، يكون تقارير أسبوعية. الشيء الآخر أيضا يجب أن ندخل على سجل الأساتذة وتلتقط صورة من سجل الأساتذة اللي بيها هي المعلومات أو الداتا كاملة عن كل المدرسين اللي بالمدرسة بمعلوماتهم الدقيقة الكاملة. يطلع المشرف المتابع على هذا الأمر لأنه هذه الصفحة ما تحتاج أنه دائما يتابعها، هي إدخال واحد إلا إذا استجدت أمور أنه صار نقل أو تغيير في الملاك، فمعناها راح يكون عندنا عملية أبديت في هذه الصفحة. فأيضاً هذه المشرف المتابع عنده لقطة من هذه الصفحة. السجل الآخر هو سجل الطالب، أيضاً أكو لقطة يجب أن ترسل للمشرف المتابع يتم بها إدخال جميع المعلومات الخاصة بالطلبة بشكل دقيق أيضاً وكامل. وأيضاً هذه الصفحة ما تحتاج إلا إذا كان هناك تحديث نقل أو جاء طالب أو ترحلوا طلاب إلى مراحل أخرى، فأيضاً هذه ما نحتاجها أسبوعين وإنما كل فترة يعني زمنية محددة يصير بها تغيير حتى نأخذ لها اللقطة. فصح صار عندنا لحد الآن الصفحة سجل الأساتذة، الصفحة الرئيسية اللي قلنا عليها صفحة الإدارة، ثم سجل الأساتذة، ثم الطلاب، هذه محتاجين لقطة لقطة كافية عليها. نرجع إلى جدول الدروس. هنا أنا راح يكون عندنا جدول الدروس متغير، راح ينزل المدير حسب الاتفاق مع أساتذته بمواعيد بث دروسهم حسب المواد والمراحل اللي طلبتهم، وهذه راح تكون أكيد تتغير من أسبوع إلى آخر. فهنا يفضل أن يكون المشرف المتابع على الطلاع بأسبوعياً بلقطة للجدول الأسبوعي، ويتابع يشوف من المدرسين اللي يكونون نشطين واللي ينزلوا دروس، ومن المدرسين أو الاختصاصات اللي هي ما نزلت، يعني على الترتيب يشوف إسلامية، عربي، اجتماعيات، رياضيات، فيزياء، كيمياء إلى آخره. فإذا تحدد خلل معين هنا لازم المشرف المتابع يوجه للمدير يقول له أنه أنا طلعت على الجدول ولقيت بس الأساتذة للمراحل فلان أو فلان، المراحل الفلانية أو المواد فلانية ده ترسج عندي دروس، لكنه الدروس الأخرى كذا وكذا ما موجودة. ايضا هنا لازم نفعل اقتراح السيد المدير العام انه لازم اكو فد نشاط على الاقل في دروس معينه ترفيهيه او دروس بها توعيه او دروس بها يمكن حتى حزورات او نصائح صحيه ممكن تدخل ضمن الجدول الاسبوعي. هذا كم اقترح بالنسبه لي انه تدخل ضمن ماده التربيه الفنيه او الرياضه او العلوم، يعني مو بالضروره ان تكون الدروس هي دروس يعني منهجيه. بالنسبة لي كمقترح أنه أوجه المدارس المتابعة ضمن الجدول الأسبوعي أكو عندي دروس بها فد نواحي إيجابية وترفيهية للطالب، هذه يجب أن ترسل أسبوعيا. لحد هذا الكلام أنا عرفت أنه هذا هو واجب المشرف المتابع مع إدارات مدارسي. إذا أكو شيء يمكن ما انتبهت عليه أتمنى أنه أسمع رأيكم. جزيلا ست بثينة، ونتمنى عندنا ست نادية تبين لنا أيضا تغذية راجعة لدخول الأستاذ إلى المنصة. أنا ممتنة منك ست بثينة، وهذا ما راح يعرج عليه مقترحك، هذا ما سوف يعرج عليه بدور المشرف المختص، يعني هسه من إن شاء الله هنكمل إن شاء الله. شكرا جزيلا، ممنونة 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 ست سيف، ممنونة ممنونة ست، الله يبارك فيك. عيني ست نادية تتفضل توضح لنا. يا ريت استاذ سيف من صفحه الجوجل حتى يكون خاف اكو يخفى عن بعض الاشراف او في الورشه السابقه ما عرف كيفيه الدخول. اتمنى من بدايه صفحه الجوجل تتابعنا ست ناديه ويانا. ست ناديه، ناديه ست ناديه معنا، من عندنا غير ست نادية؟ استاذ مازن خليك ويانا، استاذ مازن قدم لنا الدخول المدرس اذا ممكن. استاذ مازن استاذ مازن اذا ممكن معنا. ست اقبال معنا، مال إبراهيم
سيد سعاد. سيد سعاد حسين الخويدن معانا. استلهام سيد سعاد تقريبا بعد 10 دقائق وينتهي بعد 10 دقائق. إذا راح نرجع إلى كيفية يعني دور المشرف المختص شنو دوره؟ يعني هذا راح أعطي ما إذا ممكن الشير سكرين أستاذ سيد. أي نعم. راح أوضح دور المشرف المختص. يعني أنا عندي مشرف اختصاصي شنو دوره؟ طبعاً دور المشرف مو فقط يتابع لي الدروس ويتابع لي نوع الدرس أو جودته أو هنا دوره صار أكبر. ترى دور المشرف المختص أنا الآن راح أؤكد على دور المشرف المختص، ولأن المشرف المتابع وفينا عندي 10 دقائق أريد أوضحها معكم بشكل صحيح. أنا مشرف اختصاص عندي بعهدتي عدة مدارس، راح يكون راح يعطيكم مدير المدرسة شلون احنا رسلنا لكم رابط بالاجتماع هذا الميتنج او هذه الورشة. ايضا راح يرسل لك المدرس المادة ومدير المدرسة يرسل لك رابط للدرس اللي انت تدخله باي مرحلة وباي وقت، وراح يرسل لك الرابط راح تدخل انت شاهد الدرس، راح تقيم الدرس، تقيم اولا نوع الدرس ومدته والطريقة اللي استخدمها، عدد الطلاب المتفاعلين، هذا بشكل عام. شلون ما أنا دا أزور المعلم داخل الصف نفس الشيء أنا راح أزوره بس داخل المنصة. هذا بالنسبة لزيارتك ودخولك ولكن دورك كمشرف مختص اتجاه معلميك من الآن تبدي تضع خطط، تبدي تاخذ معلميك اللي بعهدتك تعطيهم تحطهم بجروب وترتب كل وضعهم الكترونيا شلون يدخل المنصه. انت علمك شلون يدخل المدرس الى المنصه، شلون يقدمه للدرس. طبعا احنا كنا تابعنا بالفتره قبل ظهور المنصات نيوتن، الغالب من المدارس عملت منصات بطريقتها الخاصة على الوات وعلى الفيس وعلى التليجرام، وممكن احنا شاهدت هل احنا راضين على كل الدروس التي قدمت، هل هي كانت ضمن المواصفات. بالتالي انا اقول لك درسين يمكن عجبونا والباقي لا، يحتاج الى تجريب وتهذيب وترتيب وتنظيم. اذا انا كمشرف مختص هاي نقاط عيني ثبتها يمك بسجل الملاحظات. الان انت اول شيء تعلمه كيف يدخل للمنصة هو كأستاذ، هاي هسه شرح لك اياهم استاذ سيف وسوى التغذية راجعة وياكم ست بثينة. اذا انا اعلمه كيف يدخل مدرسيني، هذا المقطع الفيديو راح يزودكم استاذ سيف بعد انتهاء المنصة كيفية دخول المدير، كيفية مقاطع فيديو، كيفية دخول الأستاذ وكيفية دخول الطالب. هذني مقاطع الفيديو على جروبك انت المدرسيك اللي بعهدتك ترسل لي اياه، ترسل له دخول المدرس هو شغله ما لي دخل، هو بعدين راح يدخل هو ورشه وياخذ هو يعلم طلابه شلون اليه الدخول. بس انا مشرف عندي بعهدتي 100 معلم او 100 مدرس، انا لازم ارسل له كيفيه دخوله للمنصه كاستاذ. هاي اول فقره تخليها على بالك انه مدرسيك يجب ان يتعلمون كيف يدخلون للمنصه. هاي اول فقره خلصت من عندها، هاي احد واجباتك. اثنين، إعداد دروس على المشرف المختص، إعداد دروس على الباوربوينت منظمة نموذج من كل، مثلا أنا عندي العلوم، أنا عندي العلوم 6 وحدات، من كل وحدة أنا آخذ درس نموذجي، آخذ درس نموذجي يعرض على شكل باوربوينت، شلون أعرضه على المنصة وأبثه، وشلون يعني مو أعرضه فقط شرائح. أنا الكثير الغالب من المعلمين والمعلمات والمدرسين والمدرسات ما يحبون ظهور على المنصة، اللي تظهر خلي تظهر وتبدل عادي وكأنها بالدرس، هذا شيء يعود لها. ولكن ما لاحظنا يعني مثلا أنا عندي بثوث كثيرة في قاطع بغرب، ولكن هذه البثوث كما وعددا جيدة، لكن نوعا لا تحتاج إلى تجذيب وتهذيب وتنظيم وترتيب ووضع لها خطة.
ايضا انا اتابع وياه طريقه الطريقه راح يستخدمها، الطريقه الالكترونيه غير الطريقه اللي بالصف. اوكي، يعني اساتذتي الكرام اولا راح تسوي دروس نموذجيه على الباوربوينت تعطى الى مدرسيك، بحيث مدرسيك ايضا يعملون بنفس الشاكله، هذا كدرس منظم لان هذا راح ينعرض على الوزاره. يعني خل اقول لكم يعني شيء، يعني هذا الاهم، اهم فقره درسك انت مشرف على سين من المعلمين مني بالدرس، انت واسمك كمشرف مختص واسم المعلم واسم المدرسه واسم المدير كله قبل الوزاره، يعني دايركت راح يعطيك تقييم، راح يعطيك تقييم حتى تقييم الجنابك انت كمشرف متابع، شلون ما تابعته خطا، عنده اخطاء املائيه، عنده اخطاء فما اترك المعلم او المدرس بكيف يعد درس ويطلع لنا. هاي هذاك بالمنصات اللي هم سووها عملها وكانت غير رسميه شكل، يصير اني درس واسوي عمل درس نموذجي وبالتالي هو غير درس غير مستوفي الشروط لعرضه كطلبه، لان هذا راح الدرس عليه تقييم والطالب له تقييم والامتحان والى اختبار، وراح يختبر وزاريا وراح يختبر من قبل التربيه. فهذا يعني حط مدرسيك بجروب واعطيهم هذه التوجيهات الخاصة بالمنصة، أولا تعلم دخول، اثنين إعداد درس إلكتروني لوضع. طبعا إحنا يحتاجنا حقيقة لولا جائحة كورونا أنا أعطيكم أيضا الطرق الإلكترونية في عرض الدرس. يعني هسه احنا عندنا طرق للمدارس، شلون عندنا الطرق اللي نستخدمها، ايضا اكو بالتعليم الالكتروني عندنا من عرب وشلون يوضع. ما اقدر اطيل عليكم لان الوقت جدا ضيق، ولكن الدروس قبل ما تنعرض تنعرض على جنابك كمشرف مختص، قولها قبل ما تبثين وتعطيك الجدول يوم الجمعه لمديره المدرسه، قولها قبل ما يعرضون الدرس للمدرسه مالتك قولها اعطيني دروس جديده اشوفها. كلهم جروب احنا يعني عندي لجنه التلفزيون التربوي، ما ينعرض على درس، يمكن تدري ستبوتينا وياي استاذ مازن، ما ينعرض الدرس اذا ما يجيني بالضبط هذا الدرس المعاد الذي سوف يقدم الى يجيني اني وادرسه وارد اعرضه على الوزاره، وبالتالي يلا يبث على التلفزيون التربوي. بالتالي الان احنا راح نصنف ايضا الدرس قبل ما يعرض لازم يقدم الى حضرتك، شنو الطريقه راح يستخدمها، مده الدرس قد، الوسائل اللي راح يستخدمها، كل هذه الامور يجب ان يتابع من قبل المشرف المختص. ما ادري ايش قد بقى لنا من الوقت استاذ سيف؟ استاذ سيف معايا؟ ست بعد دقيقتين. بعد دقيقتين يعني ما اقدر، يعني حقيقه نحتاج الى ان شاء الله بعد ما شويه اخذنا بعض المهام للمشرف المتابع، ويعني هاي ورشتنا كانت خاصه بمهام المشرف المتابع ومهام المشرف الاختصاصي، وبالتالي ان شاء الله الورشه القادمه بعد ما نبني هذه الورش راح اقدم لكم ورشه عن التعليم الالكتروني والدروس الالكترونيه والطرق الالكترونيه، الطرق في للدروس التي تعرض عبر المنصة. هاي عندنا إن شاء الله نخطط أنا وست إسراء، مشكورة طبعا جدا إحنا منزحمها يومية تعدنا الورش وحاضرة ويانا وتشرف بشكل مباشر على كل الورش التي أقيمت. فإن شاء الله أنا أشكركم حضوركم، وأنا تليفوني يمكم، أي شيء تحبون تحتاجوا أنا حاضرة أجيب عليه، وأيضا راح أشوف الأسئلة الموجودة وإن شاء الله اجاباتكم تصل وكل ما يجول بخاطركم. عندنا اذا ممكن استاذ لو 5 دقائق نفسح مجال للاسئله، خاف عندهم اسئله قبل ما انهي. اشكر كل الجميع، اشكر طبعا الاستاذ الدكتور فلاح محمود القيسي الاشراف العام على كل هذه الورش وموافقته على اعدادها، وايضا اشكر رئيس اللجنه العليا لمنصه نيوتن الاستاذ سلام عبد الجليل معاون المدير العام المحترم، اشكر ست اسراء مديره قسم الاعداد والتدريب، اشكر الساده المدربين والقاده اللي معانا اليوم بالورشه، واشكر كافه الحضور من الاشرافين الاختصاصي والتربوي، وان شاء الله نكون وفينا وكفينا لدور مهام المشرف الاختصاصي ومهام المشرف المتابع. دقائق عندنا بركه الله نستثمرها في اذا عندكم اي سؤال. السلام عليكم ست الهام. الله يسلمك، الله يسلمك ست اسراء. شلونك قلبي؟ طبعا الشكر طبعا موصول لحضرتك، لان انت اكيد يعني متواصله ويانا ليل نهار،
سواء ويا الكفة الأولى أو ويا باقي المحافظات. بس استفسار ست إلهام بالنسبة للمشرف الاختصاصي، تعرفين إنه المشرف الاختصاصي عنده أكثر من 50 أو مرات 100 معلم، بهاي الحالة شلون راح يتابع هذا العدد الكم من المعلمين إذا كان راح يزده كل معلم الحساب اللي خاص بي بهذه الدرس، ومرات يصادف أن يكون المعلمين أو ثلاث معلمين في نفس الوقت يبثون، يعني هل راح يسجل ويزده الرابط أو شلون راح يصير التقييم؟ وشكرا لك. هاني أشكر طبعا، سؤال جدا رائع، وهذا أيضا سألناه للعاملين على المنصة في أول أمس بالاجتماع الوزاري. إن مثلا أنا بأهتي فلاني بأهتي 40 مدرسة، وبالتالي الدروس دا تبث وأنا رد أتابعها. فإن شاء الله في خطة مع مدراء الإشرافين الاختصاصي والتربوي راح نضعها، راح أرتب لهم إياه وأنطيهم إياه بالضبط. مثل ما أنا ما أقدر أزور كل المدارس الأربعين، يعني لو كنت بالواقع زيارة اعتيادية هل أقدر أزور كل المدارس في آن واحد؟ لا، راح تعمل أنت مشرف جدول لمدارسك، جدول لمدارسك لزيارتهم. مثلا يوم الأحد أنا أزور المدارس كذا وكذا وكذا، عندها بث شلون إحنا من نروح للدرس لنروح المدرسة نشوف عندها بث لو ما عندها. أنت جدول دا يجيك أسبوعي تحدد وفقه تبع خطة إلى مدارسك، إنه بهذا الأسبوع أزور المدرسة مو شرط، وهذا الأسبوع زرت مدرستين، والأسبوع القادم أزور المدرستين الأخرى، وهكذا إلى أن أكمل مدارسي. بالضبط نفس زيارتك بالواقع، يعني هذا يعني أيضا إحنا خما نوقف المدارس أقولها لا تبثين دروسك إلى ما أني أشوف بثك، لا، هي راح تزودك بالبثوث، وانت وفق خطتك المفروض انت خلال الشهر تزور مدارسك، تزور مدارسك تضع خطه لزيارتك حسب الجداول اللي راح تصلك من مدراء المدارس. سؤال جدا ذكي، سؤال جدا رائع ست اسراء، انا ممتنه لان انا يعني حقيقه وقت الورشه ضيق بحيث ان اعرج عليها. شكرا للتذكير، شكرا لاساتذتي. بعد اذا في اكو سؤال اخر من اساتذتنا الكرام. في عندنا أسئلة أساتذتي الكرام؟ لو ننهي العفو ست إلهام. نعم، عفاف محمد وياك. عفاف يا أهلا وسهلا ست عفاف، أهلا وسهلا بك ست عفاف، عضو اللجنة العليا ستي بس منصة نيوتن لتربية بغداد الكرخ الأولى، حياك الله. والله يحييك، بس مجرد مداخلة بسيطة أنه المشرفين الأعزاء أخوتنا وأساتذتنا الكرام وخبراتهم الكبيرة، أريد الجانب التعليم الإلكتروني يأخذ حيز كبير لازم، لأنه تعتبر ضرورة من ضرورات العصر، والكل يعرف بأنه إحنا لازم نواكب العالم، والعالم كله الجانب أو المنصات أو الإلكترونية أو التعليم الإلكتروني على قدم وساق، جنبا إلى جنب مع المدارس الواقعية اللي موجودة في عندهم. ونشوف احنا من رياض الاطفال او حتى يعني من ادنى المستويات التعليم الى اعلاها، الناس تاخذ حتى شهادات عن بعد، فاللي يريده ياخذ هذا الشيء فجزء من حياتنا، مو لانه احنا هسه في ظرف الجائحه او الظرف الصحي كذا اللي احنا نمر به، بقدر ما انه هو ضروره اصبح من ضرورات العصر، وما معقوله الاجيال القادمه تدرس بنفس الطريقه اللي احنا درسنا بها او ما شابهها. لازم نرفع الهمم بشكل عام وناخذ الامر بشكل جاد وجدي بشكل كبير، لان اكو البعض ويعز علي ان اقول يعني ما اخذ الامر بهذا الجد او هذا الشيء من اللي اتمناه، فقط انه نكون احنا عون. نعم نعم ستي، بس نكون عون وسند لادارات مدارس، يعني ما ناخذ احنا نجرب ما المدير عنده فد همه وفد شيء، واحنا البعض القليل طبعا انه لا مو فد شيء او كذا، المهم نريد احنا نكون نآزرهم ونبعث الثقه بهم وناخذ محمل الجد ونشجع، بل ونكون سند لهم وتجاوب وتفاعل ونوصيهم بهذه. دائما انا اقولها لاغلب الناس انه نتبادل الخبرات مع الناس اللي موجودين بيناتنا، لانه اكو هوايه ناس يفهمون يمكن حتى اكثر من عندنا لكن ما ظاهرين ولا لهم مثلا في اسم معين او كذا، لكن عندهم خبره كبيره. هذا اللي بس اقوله، تبادل الخبرات. شكرا جزيلا لكم اساتذتي الكرام، شكرا ست عفاف. بمهام المشرف التربوي عن بعد
الوصول إلى المحتوى التعليمي الإلكتروني مطابق المعايير وقادر على تحقيق نواتج التعليم يجب على المشرف التربوي الإلكتروني. أول شيء التحليل ومتابعة تطورات المحتوى الإلكتروني، أنا أخذ الكتاب مالتي وشون أعده إلكترونيا، يعني هذا ضروري جدا. تحليل ومتابعة التطورات الإلكترونية للمنصة التعليمية الإلكترونية، مراجعة وتقييم المحتوى التربوي، مراجعة وتقييم كفايات المنصة الإلكترونية، مراجعة وتقييم المعالجات، كلها ترى من مهام المشرف التربوي والاختصاصي حول المنصة التعليمية، مراجعة وتقييم التعليمات وأدلة الاستخدام اللي استخدمها في عرض الدرس، مراجعة وتقييم الأسس والمفاهيم بما يتناسب مع الطالب والمعلم وولي الأمر. إلى هنا أنا بالنسبة لي أشكركم شكرا جزيلا، وأتمنى من أستاذ سيف يختم. شكرا جزيلا لكافة أساتذتنا الكرام، شكرا. أستاذ سيف نختم بالنشيد الوطني. شكرا. من الأول استمارة مال الحضور لو بعد؟ نعم، أرسلتها للسماعة. عشرين. شكرا جزيلا، تحياتي للجميع.